استقبل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين السفير التركي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. هذا ولفت جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية تشهد تواجدا للعديد من الاستثمارات التركية، هذا بالإضافة إلى أنه جاري التباحث حول تواجد كبرى شركات المنسوجات والملابس التركية في منطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، مشيرا إلى أنه جاري مناقشة تواجد منطقة صناعية تركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. من جانبه أبدى السفير التركي إعجابه بإمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتعاون القائم مع مجتمع الأعمال التركي، هذا وقال إن مصر أصبحت من أهم الوجهات الاستثمارية، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة ونشاط تموين السفن بالوقود الأخضر.